تبدو الخيارات أمام إسرائيل محدودة وستتنامي المخاوف من احتمالية فتح جبهة جديدة مع حزب الله في ظل التحديات والأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد جراء الحرب على قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل توسيع المواجهات مع حزب الله، إذ أعلن ميناء إيلات إفلاسه بسبب انخفاض نشاط الشحن بنسبة 85% نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتوقف النشاط في الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لإسرائيل لمدة 8 أشهر دون إدخال أي إيرادات. في شمال إسرائيل تضررت أكثر من 70% من مناطق الجليل جراء هجمات حزب الله، حيث نزح أكثر من 80,000 إسرائيلي يعيشون في مجتمعات قريبة من الحدود اللبنانية، وهو ما يعد أكبر عملية نزوح في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها. يرفض السكان الإسرائيليون العودة إلى منازلهم في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان خوفاً من صواريخ حزب الله. يأتي هذا بينما أطلق رئيس بلدية حيفا استغاثة بسبب نقص الاستعدادات لأي توسع للمواجهات مع حزب الله. وأمام هذه الظروف القائمة يظل السؤال الأبرز هو مدى قدرة إسرائيل على إدارة صراع مزدوج الجبهات في الوقت الذي ينهك فيه الاقتصاد وتتنامى فيه التحديات السياسية الداخلية. لكن الإجابة تظل معلقة، تنتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات قد تعيد رسم خريطة المنطقة وتحدد ملامح مستقبلها.